أصدقائي، زي ما أعلننا على صفحتنا على الفيسبوك إنه إحنا بهاي الحلقة هنعلن عن اللي فاز معنا بمسابقة دوري النجوم اللي صارت على صفحة إنشاد كيدز. إن شاء الله هلأ كمان شوي حيوصل مغلف وهنحكي لكم مين هو اللي فاز معنا اليوم. متشوقة لتعرف مين اللي فاز؟ أكيد متشوقة، وأكيد كل جمهورنا متحمس عشان يعرف مين اللي فاز بدوري النجوم. وزي ما بتعرفي هلا انا شاركت فيها بس طلعت من نصف النهائي، عادي مش مشكله. بس انت بدي اسالك لمين صوتتي؟ بصراحه انا بالنصف النهائي صوتت لك، وبعدين اخر اشي مش راح احكي لمين صوتت عشان ما يصير زعل بين النجوم. احنا هلا وصل عنا الظرف او النتيجه وصلت عنا. اهلا وسهلا يا جنى. سلام، هاي وصلنا الظرف. زي ما انتم شايفين ظرف مكتوب عليه دوري النجوم، هون موجود مين هو اللي فايز. اكيد انا متوقع 100% يا حلا انه جمهور رغد الوزان وجمهور ياسين الرجب عم يستنوا على نار. اكيد. شو رايك نطلع فقره هيك شوي؟ خلينا نفتح اول شو لا رأيك؟ نطلع فقره عشان يتحمسوا اكثر ويضلهم بلاش لا يروح على طول يعرف النتيجه ويروحوا. مش عارفه. طيب اسمعي، انا عندي فكره، شو رايك تشكري لنا اكثر حدا بتفاعل مع جمهور ياسين وجمهور رغد وبعدين نفتحه؟ جمهور رغد الوزان اللي هو حسني الوزان وساره يوسف وحارس الاسطوره الوزانيه فطومه وايوش الشعر الوزانيه وايثار وشو هاي وعاشقة سوسو عاشقة الاسطوره رغد الوزان وبيبو عاشقة رغد الوزان وذكرى الوزانيه وكريمه ونصيره. ومن جمهور ياسين برضو عبد الله المستشار وساره بنتك يا شام وضحى ياسين وزينب الحسناوي وروان الرجب وحسن الرجب وغزل الرجب ونسيم الشعراني وسارون الرجبيه سارون الرجبيه وآية رجب. طبعا اكيد بنوجه للجمهورين هذولا تحيه كثير كبيره. وانا هلا بدي احكي لكم انه ما حد يزعل، يعني لو حدا فاز حدا بالنهايه هم يوصلوا للنهائي وحيكونوا مركز ثاني او مركز اول. نفتح رايك؟ هات شوي بس خليه نشوف فقرات. وخلص صراحه انا كثير فضوليه فلازم اعرف. لا احسن عشان نحمس الجمهور يضل الاخر الحلقه زي ما انت حكيتي، خلي الاخر الحلقه. هو المشكله بزبطش انا احمسهم لان انا كثير متحمسه ولازم اعرف النتيجه. بصراحه يعني بيني وبينك انا كمان متحمسه، اكيد الكل متحمس. شو رايك نفتح؟ مش عارفة. طب اوكي نفتح. شفتي؟ توقعتي ولا لا؟ يعني صراحة أنا ما كنت متوقعة كتير، بس بحب أحكي إنه بوجه تحية لجمهور رغد الوزان ولرغد الوزان وبحكي لهم إنه حظاً أوفر لكم. اللي فاز معنا اللي هو ياسين رجب، ألف مبروك ياسين وألف مبروك لجمهورك. وإن شاء الله يا رب تفوز بكل المسابقات اللي أنت بتحبها. وجمهور رغد عادي ما تزعلوا، لسه في كتير مسابقات. ونوجه تحية لرغد وبنشكرها على يعني بحكي لها نيالك على جمهورك الحلو، ويعني ومبروك لياسين. وإن شاء الله ياسين حيكون معنا اليوم بمقابلة حتشوفوه إن شاء الله من بيروت، وحنحكي معه مقابلة وإن شاء الله تنبسطوا. شو بتحبي تحكي لياسين؟ بحب احكي له الف الف مبروك لانك فزت، وبحب احكي لرغد الوزان جمهورها حظا اوفر ان شاء الله تفوزوا بمسابقات ثانيه وبس. هلا حيكون معنا ياسين الرجب من بيروت، حنحكي اهلا وسهلا فيك يا ياسين. بالبدايه بحكي لك انه مبروك فوزك بدور النجوم اللي صار على صفحه انشاد كيدز. شو بتحكي لجمهور النجمه رغد الوزان؟ طبعا في هذه المناسبه الكريمه أحب أن أتوجه يعني بالشكر لله تعالى، فهو المنعم المتفضل وهو الهادي إلى سواء السبيل. والحقيقة هذه المناسبة جميلة ولطيفة، ولقد أتاحت لي يعني الحديث مع جمهوري من خلال شاشتكم المباركة، وكل الشكر والعرفان
موصول للقائمين على إدارة شبكة إنشاد كيدز، والشكر موصول لأحبة النجوم الذين شاركونا في هذه المسابقة. هلا بدنا نرجع للمسابقة، شو كان شعورك إنه رح تشارك بهاي المسابقة وإنه منافسينك كبار وجمهورهم كبير؟ في الحقيقة هي المسابقة يعني ليست بين النجوم بشكل مباشر، بل هي بين جماهير النجوم، فكانت المنافسة يعني جدا قوية، فكانت النتائج في تذبذب بين الحين والآخر. فكل مرة يعني تشوف أحد النجوم يتقدم وهكذا، يعني حتى وصلنا أنا والنجمة رغد الوزان إلى التصفيات الأخيرة. هلأ بدنا تحكي لنا بصراحة، أول ما بدأ دوري النجوم مين النجم اللي كان أنت متوقع أنه يفوز؟ صراحة كنت متوقع فوز ديمة بشار، لأنها تملك جمهور كبير وعندها شعبية كبيرة. صح يا سين، يعني هي ما شاء الله ديمة بشار أكيد الكل كان متوقع أنها تفوز، ومش بس هي لحالها، الكل كان متوقع أنه أغلب من نجم أنه يفوز، بس مش مشكلة، قدر الله ما شاء فعل، ومبروك إلك، وأكيد المرات الجاية إن شاء الله ديمة وكل اللي كانوا حابينهم يفوزوا بفوزوا. بدنا نسألك كمان سؤال، هلأ لما وصلت للنهائي مع النجمة رغد الوزان شو كان توقعك؟ في الحقيقة أنا عندي ثقة كبيرة جدا جدا بجمهوري، فمن الطريف يعني كتبت منشور على صفحتي على صفحتي الرسمية على الفيسبوك، قلت لهم هذه التصفيات النهائية، فإن لم أحصل على المركز الأول رح أزعل. فأعرف الكثير يعني من جمهوري واصلوا الليلة بالنهار من أجل أن تكون النتيجة من صالحي، وفعلا كانت من صالحي الحمد لله. ياسين شو أكتر أنشودة بتحبها لرغد الوزان وممكن استمعنا منها شوي؟ أكثر أنشودة أعجبت بها للنجمة رغد الوزان واللي هي من أيام، اللي تتحدث عن أطفال فلسطين. من أيام ليلا حيث الناس نيام، مر علي العيد لم أحمل ألعاب أو حلوى أو أي ثياب. عن جد ياسين هاي الأنشودة كتير حلوة وأنا كتير بحبها اللي هي من أيام. بدي أسألك يا حلا، بتحب هاي الأنشودة وشو رأيك فيها؟ بصراحة أنشودة كتير حلوة، ويعني هو أنشدها بطريقة كتير حلوة، يعني طلعت من ياسين بشكل كتير حلو. هلا بدي أسألك شو هو جديدك؟ طبعا جديدي أنشودة عن القدس التي هي القضية الأساسية لكل مسلم، وهي بعنوان بيوت القدس. ياسين هلا بدنا منك تسمعنا مقطع صغير. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب، إليك غصونا دانيات قطوفها ومنبع خيرات يفيض وقد نضب، سلام وإحسان وصبر وجيرة وأفعل خير تستزاد بها الرتب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب، وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. ياسين لو سمحت هلأ بدنا كلمة لجمهورك. كلمة لجمهوري أقول لهم جزاكم الله خيرا، فلولا العطاء عند النجم لما كان هناك جمهور، ولولا الجمهور فالنجم لا قيمة له. فأقول لجمهوري مبارك لكم هذا الفوز إن شاء الله، لأن الفوز بهذه المناسبة هو لكم، فألف ألف مبروك. ياسين أكيد إحنا كثير انبسطنا بهاي المقابلة الحلوة، وأكيد لو إجيت على الأردن أكيد إحنا حنستقبلك ببرنامجنا بنكبر سوا، وأكيد نتشرف فيك، وألف مبروك كمان مرة إنك فزت معانا لليوم، وإن شاء الله من تميز لتميز، وأكيد إحنا ما بننسى صديقتنا أو حبيبتنا رغد الوزان، إحنا ما نسيناها وأكيد جبنا لها جائزة، أكيد هلأ حتعرفوا شو هي. احكي لنا شو في قدامك هلأ.
أكيد في قدامي هلأ درعين، واحد للفاز بالمركز الأول والثاني للفاز بالمركز الثاني. هلأ رح أوريكم إياه، بس قبل ما أعطيك إياه يا لجين رح أخربطهم بعدين أنت تنقل بدك. بس رح تقالي كتير. خلص لنا كمان زي ما بدك، أنت اللي بدك تعطيني. نحطهم على الطاولة، نقي واحد وأخذ هذا الظرف. أكيد أصدقائي، زي ما حكينا عليكم نشكر رغد الوزان اللي هي المركز الثاني كانت معها بهاي المسابقة، نتمنى لها التوفيق وهي هي جائزتها. وأكيد بنحب نوجه تحية كبيرة للاستديو الهندي ولإنشاد كيدز ولبرضه لبنكبر سوا. وبرضه عندنا للفوز بالمركز الأول اللي هو ياسين الرجاب، وبنحكي له ألف ألف مبروك، بنرجع نحكي لك برضه. وهي الدرع تاعك هو بالنهاية، بنرجع بنحكي لكم إنه ألف مبروك للتنين اللي هم فازوا مع بهاي المسابقة، ولياسين ولرغد كمان. وبرضه كمان بنحب نشكر استوديو سمير ببيروت اللي ساعدنا انه احنا نتواصل ونشوف ياسين الرجب بهاي الحلقة، وكمان للجمهور رغد ولرغد الوزان، هنهديكم هذا الكلب لرغد الوزان.